قبل ما نفتتح يا توفيق معلش فنم قبل ما نفتتح الافتتاحات بتاعه الحصاد يعني اتفضل يا فندم اسمح لي بس اتاكد منك على حاجتين. الحاجه الاولانيه وطبعا السيد وزير ري موجود والسيد وزير الزراعه موجود ويعني اتصور ان احنا محتاجين نتاكد ان اولا بالنسبه لشرق العوينات ان احنا المخزون الميه الجوفي اللي احنا بنستخدمه في الري هنا سواء للمنطقه المزارعه عليكم او للمستثمرين دي بيتم التعامل معها طبقا للمعايير اللي تحافظ على هذا المخزون لاكبر فتره ممكنه. انا بتكلم هنا على استخدام الميه بشكل رشيد جدا جدا دون هدر في الزراعه. فانا عارف ان وزاره الري بتتابع ده يا دكتور مصطفى وعايز اطمن منك ومن وزير الري على ان احنا استخدامنا للميه هنا سواء للمسؤولين في الشركه دي او لرجال الاعمال اللي شغالين في منطقه شرق العوينات دي واحد. نفس الكلام بينطبق على منطقه توشكا. احنا محطه الميه اللي معموله هناك من سنه 86 دي معموله عشان تطلع حجم معين من الميه. احنا محتاجين ان احنا هذا الحجم يتم الاستفاده القصوى منه في الزراعه. وبالتالي نظم الري الحديثه اللي احنا بنتكلم عليها في كل الزراعات اللي احنا بنتكلم سواء كان ده للقطاع الخاص اللي شغال او ليكم يبقى بيتم العمل بيها. ده اللي انا عايز اسمعه منك دلوقتي يا توفيق. فندم احنا في الشركه ملتزمين تماما بتعليمات وزاره الري. احنا قدره الترومبه حتى اللي موجوده في البير احنا ما فيش ترومبه بتعدي 125 حصان. ملتزمين جدا بعدد الساعات بتاعتنا في الري التزام حرفي ما فيش تهدير. ويمكن عشان كده يا فندم احنا في التجارب بتاعتنا كنا حريصين جدا على نقطه الميه. فاحنا كشركه ملتزمين تماما بالميه هنا. اما بالنسبه لتوشكا فتوشكا يا فندم لو سادتك في لوحه اللي هي كانت بنتكلم على توشكا 5 وقلنا بنزرع مساحه اقل من المساحه اللي احنا اللي كانت ارض صالحه للزراعه. احنا عمرنا يا فندم ما نتعدى ميه ابدا غير حدودنا. الترمب المحطه العملاقه يا فندم بتروي 720 الف فدان. احنا ما حصلناش يا فندم المساحه لحد دلوقتي اصلا بالاضافه للمستثمرين اللي معانا كمان. حتى ما اخترنا مكان ثاني يا فندم بعد اذنك يا فندم الخريطه سيادتك المكان ده 287 الف فدان. احنا هنروي هنزرع 150 الف فدان. احنا كل اللي عملناه يا فندم نقلنا نتيجه ان في جزء من الاراضي لا يصلح للزراعه غيرنا المكان بس. ده كلفنا فلوس لكن ما خدناش ميه زياده. سيادتك واجهت تماما وشددت على كده ممنوع حد ياخد ميه خارج ترعه الشيخ زايد والتزمنا بهذا الكلام. فاذا يا فندم الميه جنبنا اهي واحنا جبنا ميه من ترعه الشيخ زايد وخدناها هنا بان الميه جنبنا هنا. كل اللي حصل يا فندم ان فرع رقم 2 معلوش زراعه. طيب يعني اللي احنا عايزين ناكده هنا او نقوله لنفسنا ونقوله حتى للي بيشاهد هذا الامر يبقى متاكد ان احنا حجم الميه اللي اتعملت على اساسه المحطه احنا حريصين على ان احنا في شغلنا اولا نستفيد منه كله. تمام. وثانيا نستفيد منه بزراعات بنظم ري حديثة وبزراعات حديثة. أنا بقول لينا كلنا دلوقتي إحنا بنتكلم على الأقل في منطقة توشكا بنتكلم في حوالي 700 ألف فدان. وده اللي كان مستهدف 750 ألف مش كده؟ كان مستهدف لما الفكرة اتعملت تمام في الثمانينات على إن توشكا تطلع 700 ألف فدان. ومهمة قوي واحنا بنتكلم في النقطه دي نقول ايه؟ انتوا عارفين 700 الف فدان دول يساوي 2 محافظه ولا انا 700 الف فدان يساوي 2 محافظه يعني تقريبا المليون فدان اللي احنا بنتكلم عليهم في شرق العوينات وفي توشكا احنا بنتكلم على 3 محافظات. يتبقى حاجه تمام ازاي نعمل ونجذب سواء كان للمستثمرين عشان يبقوا موجودين معانا هنا او حتى عشان الكثافه السكانيه اللي تبقى موجوده تبقى تستفيد من الشغل اللي موجود دوت. احنا خلاص عملنا الجهد او المشوار الاصعب خلاص بقينا النهارده قادرين على ان احنا في فرص عمل لحوالي مليون فدان تقريبا. تمام لما نحط عليهم التصنيع
الزراعة اللي بيتعمل لهم، أتصور أن العدد ده يزيد أكتر من كده. وإحنا بالمناسبة حريصين على أن إحنا في 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 هذا المجال كدولة، أن إحنا كل تعظيم ما لدينا من منتجات زراعية. يعني المشروع إنتاج الخشب اللي بيتكلم عليه، إحنا بنتكلم في 400 متر مكعب خشب طبقا للمواصفات والمعايير الأوروبية اللي هو السوق المصري محتاج منها في الصناعة دي خلال شغله. الكلام ده احنا بقالنا اكتر من سنتين ونص شغالين عليه في دراسات اتخذت، يعني الجريد بتاع النخل دوت وراح سافر وتم دراسته واتبحث ثم اتعملت عليه التجارب ثم انتجونا ده وقالوا ده المواصفة اللي احنا نقبلها وده اللي احنا وده اللي هيطلع بالفعل، مش كده؟ تمام يا فندم. وبالتالي انا بتكلم ان دي هتبقى في مدينه توشكا اللي هي المدينه السكنيه اللي موجوده هناك. تمام. اللي احنا كنا عملناها من 6 سنين ولا 7 سنين قبل كده. انا بقول الكلام ده دلوقتي ليه؟ بقول الكلام ده عشان احنا دايما اقول يا جماعه واحنا بنتكلم في موضوع بنقول عناوين، يعني نقول عايزين ايه، نهتم مثلا بالتصنيع الزراعي، لكن مش مشوار الوصول انك انت تطلع منتج تصنيع زراعي ما بيتعملش كده، يعني لانك انت والا ما يحققش الهدف بتاعه. لازم تعمل دراسات وتعمل ابحاث ثم تتاكد ان المنتج اللي انت هتعمله ده هيبقى اولا يلبي طلبات السوق عندك وتبقى للمعايير المستخدمه. نفس الكلام لبقيه المنتجات الاخرى زي موضوع التصنيع الزراعي او في افتتاح المصنع اللي بنفتتحه النهارده، ما حدش كان يفتكر ابدا ان احنا جنب الارض اللي بتطلع المنتجات ديت المنتج البطاطس بيتعمل جنب منها مصنع عشان النقل، وعشان ده بدل ما ننقل البطاطس لمسافه 700 800 كيلو، مش كده؟ تمام يا فندم. 700 800 كيلو بدل ما ننقلهم على بعربيات، يعني خلال المسافه الطويله ديت جزء منهم يهدر او يتلف او كده، لا اتعمل مصنع جنب منهم. المصنع ده بياخد البطاطس دي بيطلع منها منتجات مختلفة، حتى مش بتعملوا نشا كمان؟ ايوه فندم، في استخلاص نشا من يعني الوقت. المهم ان مفيش فضلات ممكن تبقى مضرة بالبيئة او ما يتمش استخدامها هيتم اخراجها. بعد كده لما ينتج ده وينقل يبقى النقل هنا اقتصادي، لانك انت عملت عليه تصنيع. اقصى حاجة ممكن تتعمل في التصنيع الزراعي. طبعا انا يعني سعيد قوي ان انتم ان احنا الكلام اللي كان زمايل لينا قبل كده من 20 سنة ولا اكتر حلموا بيه، مش كده؟ وبعدين ما تحققش، وبفضل الله سبحانه وتعالى كان لينا نصيب ان احنا نحققه. ده معناه ايه؟ بس عشان الكلام ده ان معناه ان اي تخطيط الدولة بتعمله بيتعمل بناس متخصصة، بناس ايه يا دكتور مصطفى؟ متخصصة. ومش معنى ان هو ما وفقش من 20 25 سنة معناه ان التخطيط كان ايه؟ لا، كان في حاجات اخرى، في عوامل اخرى منعت ان التخطيط ده يتم تنفيذه. لما تم التعامل مع هذه العوامل دلوقتي او خلال ال4 سنين اللي فاتوا دول، المستهدف تحقق. تمام، مش كده يا توفيق؟ تمام يا فندم. المستهدف اللي هم ال 700 750 الف فدان احنا رايحين لهم، يعني اللي قالوا الكلام ده من ساعتها ما كانوش ايه؟ ما كانوش غلطانين، والتخطيط جيد، والارض اتزرعت، والارض بتنتج. والنهارده احنا بنتكلم على ان في نهايه الكميه دي العدد او حجم الاراضي اللي هتنتج دي، انت بتتكلم في 1 مليون طن قمح، مش كده؟ 1 مليون طن قمح دول يساووا كام؟ وهم معمولين ايه؟ معمولين بنظم ري حديثة، يعني حجم المية اللي بيستخدم فيهم هو الحجم الأمثل في الري، ويصلح لي وزير الزراعة الكلام ده. وبالتالي أنا بنتج 1 مليون طن قمح دول بتكلفة اقتصادية في المية اللي احنا دلوقتي بنقول لابد ان احنا كل نقطة مية نستفيد منها. ثم ده الفرصة بقى البديلة لما أنا أروح أجيب الكلام ده بحوالي 350 400 مليون دولار طبقا لاسعار القمح، مع الوضع في الاعتبار ان لو سلاسل التوريد حصل لها مشكله
احنا بندفع الثمن هنا كدولة يعني، سواء في تكلفة او يبقى في مشكلة ازمة في الموضوع. فانا بشكركم، وده انا سعيد قوي بان احنا يعني الانجاز ده تحقق خلال فترة مش كبيرة قوي، خلال سنتين ثلاثة انا بتكلم، وان شاء الله خلال السنة الجاية يبقى وصلنا للحد الاقصى في توشكا او في شارع العينات، ويتبقى الجزء اللي هو بتاع غرب شارع العينات عشان نضيف مزيد من الاراضي. يتبقى ان الدوله دكتور مصطفى محتاجه تخطط كيف نجيب كثافه سكانيه من الدلتا، من الصعيد، من كده، عشان يبقوا موجودين معانا هنا والناس تبتدي تعيش وتشتغل وفرص العمل موجوده. ولا انا بقول يا توفيق حاجه؟ تمام فندم، صح. اسمح لي يا فندم. اتفضل. توشكا يا فندم الانتاج بتاعها بيزيد، بيتحسن عام عن عام. توشكا منطقه واحده. انا بقول يا فندم كلام، وطبعا في ناس متخصصه. توشكا مشروع ناجح، توشكا نجحت الحمد لله يا فندم. الانتاج بتاعنا السنين اللي الارض اللي احنا زرعناها من 3 سنين انتاجها غير السنه اللي الارض اللي احنا زرعناها كل سنه. فتوشكا يا فندم ارض واحده باذن الله. طيب انا بس عايز اقول كده، لان احنا برضو دايما في كل مره نفتتح حاجه زي كده نقول ايه، رجال الاعمال والمستثمرين المهتمين لديهم الفرصه. المشوار الكبير اللي هو كان محتاج والصعب زي ما الدكتور مصطفى بيقول كده احنا خلصناه دلوقتي، بقت الكلام ده متاح. طب متاح بس بشروط. يعني ايه شروط بقى؟ ان انت تحافظ على ان حجم الاراضي بالدوره الزراعيه اللي بتخدم على المحاصيل الاستراتيجيه هنحترمها، عشان ما يبقاش النهارده ال 700 الف فدان اللي بنتكلم عليهم دول يتزرعوا بقى ب 20 30 محصول مثلا على خلال الموسم. لا، احنا بنتكلم على حاجات محدده محتاجينها عشان يتم الاستفاده منها للسوق المصري، او كمنتج استراتيجي قمح احنا بنستورد منه كميات ضخمه جدا جدا، وكل ما بنقلل في الفجوه ديت كل ما بنامن استخدامنا لهذا المحصول الاستراتيجي المهم. انا بشكرك يا توفيق، متشكر جدا. شكرا.